الانفراجة اقتربت. في بشرى جديدة للتيسير على المواطنين فيما يخص رسوم التسجيل بالشهر العقاري، كشفت مصادر حكومية مطلعة لليوم السابع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مرتقبا الأسبوع المقبل مع اللجنة التي تم تشكيلها لتيسير إجراءات التسجيل العقاري وتبسيط الإجراءات والتعامل مع الرسوم، فيما كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية وعلى رأسها العدل، المالية، التنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم. وأما الآن ننتقل إلى تفاصيل نشرة الحصاد. أهلا بك حور. أهلا بك. قال دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن بعض أصحاب النفوس السيئة والمريضة يشبهون الوطن بحفنة من التراب، بل تلك الحفنة من التراب هي لنا بمثابة الألماظ والذهب، فنحن نحمل قيمة الوطن في نفوسنا، مستشهدا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستميت في الدفاع عن راية الإسلام وراية وطنه، وتابع أن كل الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان، مشيرا إلى أن شرعية الإخوان سقطت بخروج الملايين عليهم. وفيما يخص الخبر الذي بدأنا به نشرتنا، أعلن حزب مستقبل اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفا التسيير على المواطنين تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري. ويأتي هذا القرار تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية. أكد دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة إن الحالات الوبائية في مصر تقل في هذه الفترة، موضحا استمرار وجود العدوى التي تحتم اتباع الإجراءات الوقائية لتقليل نسب الإصابة بين الأفراد. وأضاف مستشار رئيس الجمهورية أن الموجة كانت مرتفعة لكن هناك انحصار في الإصابات، وطالما هناك انحصار فإن الوضع لا غير مقلق. وتراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 766 جنيها للجرام، فيما يسجل عيار 18 657 جنيها، أما عيار 24 يسجل 876 جنيها، وذلك مع استمرار هبوط سعر أوقية الذهب عالميا بصورة ملحوظة إلى 1730 دولارا، وهو أدنى سعر للمعدن النفيس عالميا منذ 4 أشهر تقريبا، وذلك على خلفية هبوط أوقية الذهب على المستوى العالمي بأكثر من 70 دولارا هذا الأسبوع في ظل عائد السندات الأمريكية المرتفعة والتي قللت من جاذبية المعدن النفيس. ورياضيا، انتقد عماد متعب نجم الأهلي السابق صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بسبب زيادة وزنه ما يؤثر سلبا على مستواه، قائلا حتى الآن لم يظهر صالح جمعة مستواه وذلك بسبب زيادة الوزن، وأضاف أنه لاعب بإمكانيات غير طبيعية. وننهي نشرتنا بأخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غد السبت ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري ورياح معتدلة وطقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة أيضا، دافئ على جنوب سيناء ورياح معتدلة. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة. وبالنسبة لدرجات الحرارة غد السبت، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة. وإلى هنا تنتهي نشرة أخبار الحصاد من تلفزيون اليوم السابع، بشكر حضراتكم بالتأكيد لطيب المتابعة، وانتظرونا في نشرات ولقاءات على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.